هلا والله، جاني سؤال قبل كم يوم يقول لو ما كان عندي الآيفون اللي مرتبط بالساعة، يعني كأنه يقول الساعة جتني هدية ومربوطة بجوال ثاني، أو إني شريتها وهي مربوطة بجوال ثاني، وأبغى أمسح المعلومات اللي فيها. نروح على الإعدادات، بعد كذا بعد ما تروح على الإعدادات تروح عام، بعدها تنزل تحت إعادة تعيين، مسح جميع المحتويات والإعدادات، وتنزل مسح، خلاص كذا مسحت، ترجع جديدة وتقدر تقترن فيها بجوالك الجديد مثلا أو أيا كان، كذا خلاص تمسح المعلومات. بحط لكم المعلومات أو الطريقة في صورة عشان يسهل الاحتفاظ فيها، وبعد كذا خلاص تقرب الآيفون وترتبط بجوالك وتمسح المعلومات السابقة اللي كانت موجودة فيها. ساعات أبل مقاومة للماء وليس ضد الماء، وعشان تنظفها ترفع لفوق وتضغط على هذا الخيار، بعدين من الديجيتال كروم تفرها كده، فأي شيء بيكون موجود فيها ينظفها ويطلع الموية. بيطلع معك صوت، كده عشان يفرغ الموية والصابون من جوه.